إن إسرائيل وداعميها ومسؤولون عن كل موت بريء بسبب الجوع أو العطش أو نقص الدواء، وكما تعلمون فإن مصر تتوسط في المفاوضات مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننا ندعم هذه العملية من خلال وزارة الخارجية التركية ورئاسة جهاز المخابرات التركي. نحن نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء، ومع ذلك فإن الموقف المتصلب والمعرقل من جانب إسرائيلي لا يزال مستمرا. وأخيرا، أظهرت إسرائيل نوع العقلية التي تمتلكها من خلال استشهاد محاورها الذي كانت تتفاوض معه. وفي مواجهة كل هذا بذلنا ونبذل قصارى جهدنا لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. لقد قدمنا رسميا طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. ونواصل العمل بشكل مكثف لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة أمام المحاكم الدولية.